من فرنسا إلى ألمانيا التي سجلت رقما قياسيا جديدا في الإصابات أكثر من 52,826 إصابة جديدة بالإضافة ل 294 حالة وفاة مع ارتفاع نسب انتشار الفيروس ل 319 حالة لكل 100,000 مواطن خلال 7 أيام. المزيد نتابعه مع مراسلنا هاتفيا في برلين عربي مرزوق. عربي، يعني ارتفاع نسبة الإصابة اليومية في هذه الحالة هو عائد لعوامل الطقس فقط أم أن ربما متحورات جديدة أو متغيرات جديدة في الفيروس أدت إلى هذه الارتفاعات؟ أحمد، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت صباح اليوم تحديدا الوضع في ألمانيا أسوأ من أي وقت مضى منذ بداية الوباء بناء على الأرقام التي ذكرتها أنت الآن. والحقيقة إجابة على السؤال بتاعك نفس السؤال طرحته وسائل الإعلام الألمانية المختلفة صباح اليوم، وقالت إذا كان وزير الصحة الألماني قال تحديدا في 21 يوليو من العام الجاري أن نسبة الانتشار في ألمانيا وفي بعض المقاطعات تتخطى 800 إصابة لكل 100,000 مواطن خلال شهر أكتوبر ونوفمبر. إذن لماذا لم تستعد الحكومة الألمانية رغم هذه التحذيرات من الصيف الماضي؟ يعني بل على العكس، حسب وسائل الإعلام الألمانية وخبراء الصحة خلال الفترة الماضية بعد ما قال وزير الصحة كده العكس تماما تم تخفيف الإجراءات الاحترازية في ألمانيا وليس فقط في ألمانيا، في الاتحاد الأوروبي مع تناقل المواطنين الأوروبيين، غلق مراكز تطعيم كثيرة، تخفيف ارتداء الكمامة في المدارس، الاحتياطيات اللازمة في المستشفيات كانت غير كافية، تأخر حتى في الاتفاق بين رؤساء وزراء الولايات على انعقاد قمة ستنعقد غدا. كانت هناك دعوة منذ أكثر من شهر لانعقاد قمة لاتخاذ إجراءات احترازية جديدة في ظل هذه الإصابات المرتفعة، ولكن عدد من رؤساء الوزراء الولايات كانوا متأخرين كثيرا في اتخاذ مثل هذا القرار لأنهم يريدون تطبيق إجراءات احترازية خاصة بهم على مستوى الولاية بناء على الوضع الوبائي لديهم. بالتالي عربي، هل يمكن أن يفهم من هذا الكلام أن ألمانيا ربما فتحت أبوابها ضد كورونا ربما بشكل متسرع لأن هناك أولويات أخرى ربما تكون اقتصادية أو سياحية أو ما إلى ذلك؟ بالضبط بالضبط أحمد، الحقيقة كمان بسبب طبعا الوضع الاقتصادي، ولكن السبب الرئيسي حسب المحللين قالوا أن النزاعات الحزبية في فترة الانتخابات وفترة اللي احنا موجودين دلوقتي، النزاعات الحزبية والاختلاف في وجهات النظر بين الأحزاب بعضها وبعض، بين المعارضة وحكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمعارضة اللي كانت معارضة أصبحت الآن هي في وضع آخر وهي التي ستحكم ألمانيا في المستقبل بداية من الشهر المقبل، فكان اختلاف في وجهات النظر السياسية لدرجة أن الرئيس الألماني شتاينماير شخصيا قال منذ شهر تقريبا أن الوباء أظهر نقاط ضعف عديدة في الدولة الألمانية نتيجة الاختلاف في وجهات النظر، اختلاف وجهات النظر بين السياسة الألمان هي السبب الرئيسي. الحزب الليبرالي كان يريد الفتح وتخفيف الإجراءات الاحترازية بسبب الضغط الاقتصادي كما أشرت أحمد. الحزب المستشار الألماني أنجيلا ميركل كان له رأي آخر، والمستشارة الألمانية لها رأي آخر في تجديد الإجراءات الاحترازية مع الحزب الاشتراكي، فالاختلاف وجهات النظر هو اللي أدى للأمر اللي وصلت ليه ألمانيا دلوقتي. طيب 52,000 الآن ميركل سترأس هذا الاجتماع الذي يضم رؤساء وزراء 16 ولاية ألمانية، وربما يكون هذا الاجتماع الأخير لميركل مع هؤلاء. بالتالي إذا أخذوا قرارا متشددا بالإغلاق أو بالعودة مرة أخرى لإجراءات متشددة، هل ستستمر هذه الإجراءات مع الحكومة الجديدة التي كانت متسامحة ربما في مسألة الفتح؟ الحقيقة أحمد، الحكومة الجديدة الثلاث أحزاب، هو أولا لن يكون هناك إغلاقا في ألمانيا حسب الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة الألمانية الآن. خلال أسبوعين الحكومة الجديدة سوف يتم الإعلان عنها. حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الموجودة الآن هي حكومة تسيير أعمال، ولكن في قمة غدا وفي قرارات يعني من المفروض أنهم يتناقشوا فيها بكرة بناء على القرارات اللي الثلاثة أحزاب اتخذوها بالأمس. يعني فيما يتعلق باللوائح المستقبلية لكورونا، الثلاثة أحزاب اللي هتحكم ألمانيا في المستقبل، وطبعا حزب المستشار الألماني أنجيلا ميركل بعيد عنهم، وضعوا قرارات جديدة سيتم مناقشتها بالغد، إن يعني سيتم الفحص الإجباري في العيادات ودور المسنين في بعض الولايات الألمانية بشكل يومي للموظفين والزائرين، وأيضا وفقا للمشروع اللي هم هيطرحوه سوف يتم تطعيم، سوف يتم فحص كل الموظفين في المصالح الحكومية، وسوف على كل راكب في ألمانيا في وسائل النقل الداخلي ووسائل وفي الطيران الداخلي أيضا في ألمانيا يجب على كل شخص تقديم شهادة صحية حتى في الأوتوبيسات هنا في ألمانيا. يعني ده أمر جديد جدا على ألمانيا. أشكرك مراسلنا في برلين عربي مرزوق، وانتظارا لما ستسفر عنه اجتماعات ميركل غدا مع رؤساء وزراء الولايات.